على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحسني، عرفت مدينة العيون أنشطة مختلفة، أهمها كان زيارة نجوم النزلاء سجل الأحداث بمدينة العيون، وقدم النجوم المدعوين كلمة في حق النزلاء. إلا أن الفنان عز العرب الكغات ما قدرش يحبس دموعه. هذا مؤثر جدا، أثر فيا، لأن بطبيعة الحال كتشوف أن الشباب في السجن ما ماشي معقول. هنا كاين قضية أنه هذا سجن يعني لإعادة إدماج، هذا إدماج هاد الشباب. تنتمنى أنهم في هذا الوقت اللي دوزوا يعفو عليهم الله ويجيب الله التيسير، وما ننساوش أن الوالدين تاهما خصهم يكونوا في جنب وليداتهم، ما يخليوش هاد الشباب ضائع هكا، وأننا ندخلوا السجن ونشوفوا كل شيء شباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زيارة اللي من خلالها تم عرض فيلم الكورسة من بطولة عبد الله فركوس وبشرى أهريش. هذه بادرة طيبة، وأن تبقى عندهم واحد العلاقة مع السينما المغربية، مع الأفلام المغربية، مع الفنانين المغاربة. كل ما وجدنا لهم مبادرات من هذا النوع هذا، فنتمنى دائما أنها تعم في جميع يعني السجون في المغرب، ورا بدون شك أنها غادي تخلق عندهم واحد النوع من الارتياح نفسانيا، غادي يحسوا بأنه كاين الأمل، بأنه كاين الإنسان غير خصو يكون عنده طموح، تكون عنده إرادة، راه ممكن ما يعاودش يرجع هنا، وممكن أنه يلقى ذاته ويلقى الشيء اللي باغي خارج هذا السجن هذا. بالإضافة لزيارة الفنانين السجن المحلي بمدينة العيون، تم تقديم أيضا ندوات تغنى بالفيلم الوثائقي من تنشيط مهنيين ومهتمين بالفيلم الوثائقي الحساني.